أنت يا هذا، لما كل هذه العجلة؟ ها؟ أبان، أنت أيضا تأخرت عن حلقة الدرس؟ أنا لن أجلس اليوم لحلقة معلم النحو، أنا أريد أن أكثر الجلوس إلى أهل الشعر والأدب. لا نفعل الشعر وحفظه ما لم تكتمل آلة النحو لديك، فلا تقع في خطأ تحاسب عليه. دي فسحة من الوقت أقرأ فيها ما كتبته عن يونس وغيره في النحو. وأنا لا فسحة لدي ما دمت أعمل عند ذلك العطار الجاهل البذيء. الشعر مطبوع ومصنوع، وأكثر شعر أهل الجاهلية يأتي عفو الخاطر بلا تكلف أو صنعة. أكثر شعرهم وعر لا يأتي إلى الفهم بسهولة أو يسر. أنت الذي لا تفهم فلا تلوم الشعراء. قل لي إذن، ما الذي يعنيه زهير بن أبي سلمى بقوله ذلك أم شتيم الوجه جأب عليه من عقيقته عفاء؟ إنه يصفك يا أبان، فأنت كريه الوجه غليظ، ما زال شعرك الذي ولدت فيه على رأسك. ليس كل ما يقال مزاحا أو ضحكا يا ابن هاني. زهير كان يصف حمار الوحش لا أنت، ولم يتكلف اللفظ حتى يصل إلى المعنى، بل كان يقول كلاما يقوله الناس. كان كلامهم وعرا صعب الفهم علينا لا عليهم، فلو ذكر أحدنا قول بشار بن برد لزهير لاستهجنه، ولم يطرب له كما نطرب نحن لقول بشار لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، نفسي يا عبد عني واعلمي أنني يا عبد من لحم ودم، أنا في بردي جسم ناحل لو توكأت عليه لن هدم. ما الذي يضحككم يا قرود؟ وشعر بشار كالعسل حلاوة والنسيم رقة. بشار بن برد الذي بحجم الجاموس يقول أنا في بردي جسم ناحل. إنه خيال شاعر، لما العشب والضحك؟ ألم تسمع بمن شبه الحب بأطراف الرماح؟ أسمعنا يا عبد الملك، يا أصمعي، يا لوذعي. ولها ولا ذنب لها حب كأطراف الرماح، جرحت فؤادك بالهوى فالقلب مجروح النواحي. الله، وأرق هذا الغزل. هذا هو الشعر، هذا هو الشعر الذي يأتي إلى الفهم بسهولة ويسر. لمن هذا الشعر يا عبد الملك؟ إنه لشاعر الكوفة والبة بن الحباب. سمعنا به لكني لم أسمع له هذا الشعر، ليتني ألقاه. ابحث عنه في حانات الليل وزوايا الأبلة. والبة في الكوفة يا أبان. في الكوفة؟ ذاك الشاب وضع هذه في السلة. كيف يعلم بمجيئنا فيتبعنا إلى هنا؟ أموت ولا تدري وأنت قتلتني، فلا أنا أبديها ولا أنت تعلم، لساني وقلبي يكتمان هواكم، ولكن دمعي بالهوى يتكلم، ولو لم يبح دمعي بمكنون حبكم تكلم جسم بالنحول يترجم. هل كتب شعرا من جديد؟ وهل يكتب غير شعر لا أدري صدقه من كذبه؟ أتريدين أن أكلمه إذا لقيناه في الدرب؟ لا لا، سيظن أني من يريد أن يمهد له الدرب.
جنان، انظري إلي، أنت مشغولة بأمر هذا الفتى الوسيم، وربما تكتمين عني حبك. أنا جارية مثلك، كلانا يملكنا عبد الوهاب الثقفي، ولا نملك أمرنا، فإذا أحببت هذا الفتى ولم يجد سبيلا إليه قتلنا هذا وأدمى قلوبنا. يا للأسف، فأنت تميلين بقلبك ويمنعك عقلك. العقل أحق أن يتبع يا هذه. هذا أنت يا ابن هاني؟ لما العجب؟ العجب أنك لست بقرب الحان، وتبدو في حالة صحو لا سكر، لكنك حزين، وجهك الوضاء هذا يكشف سر نفسك. أنا عاشق يا عبد الملك، ولا أجد سبيلا إلى من أحب. أنت لست هازئا هازلا الليلة، ولا أظنك حديث عهد بهذا الحب. مضى زمن وأنا أراقب كل خطوة لها، وأقف في درب السوق أنظر إليها وأحاول أن أكلمها، لكني لا أجد إلا الرقعة أكتب عليها أبياتي. إذا كانت تذهب وتجيء إلى السوق فهي جارية أو خادمة. وهل الجارية إلا امرأة لها قلب يحب ويعشق، ولها وجه يتعشقه الرجال؟ لكن الوصول إليها أسهل من الوصول إلى سيدة من الأشراف. هيهات، لا سبيل إلى ما تملكه يمين عبد الوهاب الثقفي، لا سبيل. إنك تقتل نفسك يا ابن هاني. ما الذي تنتظره هنا يا ابن هاني؟ لقد أفزعتني يا هذا، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ إنه طريقي إلى السوق كما يفعل جميع الناس، ولكن أنت لماذا تترصد هنا وكأنك تنوي الصيد؟ اذهب اذهب يا أبان، سأوافيك في حلقة الدرس. يا حسن يا ابن هاني، لما تريد إزاحتي عن طريقك؟ هذا جزاء الفضول يا ابن اللاحقي. هيا سيدتك تريد أن تدخل الحمام، أسرعي لتدلك لها ظهرها وتضع الحناء على شعرها. ألا تنتهي رغبات وطلبات زوج الثقفي؟ أنا متعبة. بل شارد الذهن، فكرك يطوف هناك عند الحسن بن هاني، هذا هو اسمه الذي ذكره صاحبه. الحسن بن هاني، سنجد من يعرفه، اسمه سيدلنا عليه. وبعد ذلك؟ لا أدري يا ماكرة. قريب الدار، ما وصفك مني بقريبي يا حبيبي؟ لشقائي صاغك الله حبيبا للقلوب. من؟ ماذا عندي يا ابن هانئ؟
هل يجوز المال الذي تعرف المصرف؟ يا فاسق يا فاسق، كيف تتجرأ وتدخل حينا؟ كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا بنا هيا. لم يبقى إلا أن أحب هذا، هذا الذي تعرف البصرة أمه وتعيره بها. لقد جن وأتى وهو في سكر ليفضح نفسه. إنه لا يبالي بالفضيحة. لا تأتي يا مان، أريد أن أحدثه دون أن أسمع منكما ما يؤلم أبا نواس في فجعته وحزنه. تجده هناك وحيدا يبكي ويلوح. يعز علي أن أراك على هذه الحال يا ابن هاني. لما فعلت بنفسك هذا؟ لما عرضت نفسك للشتم والإهانة؟ لم يكن شتما ولا إهانة يا عبد الملك، أنا ابن البصرة والكل يعلم من أنا ومن أمي. أنت شاعر أديب ظريف اللسان، هذا هو أنت وهذا ما يجب أن تكون عليه. الأدب يرفع صاحبه يا حسن. أتظن أن جنانا ستنسى ما سمعته عني وتحبني لأنني شاعر أديب؟ ضيقت واسعا يا أبا نواس، وكأن الدنيا في حيز حدودها جنان، وإن بعدت تلك الحدود فهي البصرة ودروبها. الدنيا ليست البصرة وحدها، والنساء لسن جنان وحدها. أنت تدعوني للرحيل يا عبد الملك؟ إني أراك تضع في يدي لجاما وتركبني فرسا لتنطلق بي، ولكن إلى أين؟ إلى البادية التي حدثتك عنها، هناك تتقن العربية وتحفظ خالص الشعر وستنفتح نفسك للدنيا. أنا أدور حول الكوفة بجناح فكري. أنت كلمتني عنها وعن شعراء وأدباء مجالسها. ارحل إلى البادية أولا، وبعدها ارحل إلى حيث شئت. دع الشعر لمجلس الليل يا ابن إياس. أريد أن أسألك عن ذاك الشاعر. لو كان سؤالا واحدا لسمعته، ولكنك ستعقبه بسؤال وسؤال وسؤال. يا والبة. نعم. هناك شاب وسيم قسيم دخل الكوفة وهو يسأل عنك سؤال أم عن ابنها الضائع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سيء الظن يا حليف إبليس. عجل عجل، فالفتى تعب من طول السفر. حسناً ذاهب لأرى. هيا هيا تفضل تفضل، سنقدم لك من الطعام ما ينسيك التعب. اجلس فأنت في إعياء من طول السفر، اجلس. يا غلام إلينا بالماء. صدقت، فما أن قطعت بادية بني أسد حتى تقطعت أنفاسي. لا يبدو عليك أنك أسدي جاء من البادية. اسقني من هذا الماء. أنا بصري، خرجت وأقمت بين بني أسد لأتعلم فصاحة الشعر واللغة، ثم أتيت إلى هنا، وكان أول من ذكرته من شعراء الكوفة سيدي والبة بن حبة. ولما أنا والكوفة تزدحم بالشعراء وأهل الأدب؟ لأنك قلت ولها ولا ذنب لها حب كأطراف الرماح. لأجل بيت شعر جئت إلى الكوفة يا فتى؟ إنه جنون الشعراء يا سيدي، يستهويهم البيت والكلمة والقصيدة. من أنت يا حلو الوجه واللف؟ أنا الحسن بن هاني. الحسن بن هاني، ربما خطر هذا الاسم على أذني.
وهل مر بأذنك اسم أبي نواس؟ أبو نواس؟ أنت أبو نواس؟ لا أظنني بلغت هذه الشهرة. بين البصرة والكوفة رسل أدب وشعر، فما يحدث في البصرة يصل إلى الكوفة، وأخبار الكوفة عندنا أيضا معروفة. هذا أنت؟ ما كل هذه العجلة وسرعة الطرقات على الباب؟ ها؟ جئتك في خبر سرور عاجل. لا خير في سرور يمر عاجلا. اسمع يا ابن عجرة، الليلة سنعقد جلسة شعر لأجل ضيف تحب مجلسه. ضيف أم ضيفة؟ وهل تحتاج الضيفة إلى جلسة الشعر أيها الأحمق؟ اسمع، أريد أن أذهب إلى مطيع ابن إياس، سأراك الليلة، إلى اللقاء. انتظر. يا ترى من هذا الضيف الذي يهتم لمجلسه والبة كل هذا الاهتمام؟ الليل قادم وسنعرف من هذا الضيف. لما العجب من اسمي؟ أبو نواس؟ لم يخطر بسمعي مثل هذا الاسم. أنا سمعت بذي نواس، أحد ملوك اليمن. وأنا أيضا من اليمن، من حكم، حكمي يمني. وقد قال لي بعضهم اسمك الحسن، وكثير من أهل الأدب له هذا الاسم، فتخير اسما تشتهر به. اقترح أحدهم ذو نواس، وقال الآخر بل أبو نواس، وهكذا رضيت بهذا الاسم فلازمني. أتيت على عجل فتعثرت بحمار في آخر الدار. ألم يقل لك انتبه يا أخي؟ ما الذي يخرس لسانك يا حماد؟ من هذا الشاب الوسيم الوطاء الذي يجلس بين الغربان؟ اجلس يا حماد اجلس، إنه ضيفنا البصري الحسن بن هاني. الحسن ذو الحسن. بل أبو نواس. أنت هو؟ ما شاء الله وتبارك الله، لقد صدق من ذكرك قائلا شعره بجمال وجهه. وأنت حماد عجرة؟ نعم، اسم على مسمى كالتيس منظرك. أنا ضيف في بيتك يا والبة، فلا تسمعني إلا ما أحب. ها؟ وما الذي تود سماعه يا حماد؟ أخبار البصرة، هل ما زال الجدل يثور في مسجدها الجامع بين أصحاب الشعر والأدب وأصحاب الفقه والحديث؟ حلقات العلم تتسع كل يوم، وطلاب العلم يفيدون من الشام والحيرة ليأخذوا عن الفقهاء والمحدثين وأصحاب الشعر والرواية. لما هجرت البصرة إذن يا ابن هانئ؟ أردت أن أستزيد، والكوفة كالبصرة مجلس علم وأدب، وبعض المجالس لسوء الأدب فلا تنسى. ما رأيكم في الشراب قبل الطعام؟ أوه، ألا تمل الشراب يا وعلي؟ سأجيبك من شعر أبي نواس. أتحفظ من شعري حقا؟ اسمع وستعرف. لائمي في المدام غير نصوحي، لا تلمني على شقيقة روحي، لا تلمني على التي فتنتني وأرتني القبيح غير قبيحي. قهوة تترك الصحيح سقيما، وتعير السقيم ثوب صحيحي. إن بذلي لها بذل جواد، وافتتاني بها افتتان شعيحي. هذا من شعر هذا الفتى؟ لا عجب يا مطيع، فلقد ذكره القادمون من البصرة بخير وإعجاب. لا أصدق حتى أسمع منك يا أبا نواس. أتظنني نظمت هذا الشعر ونسبته إلى هذا الشاب؟
إن يحيى يحاول أن يستفز الشعر في نفس أبي نواس، ألم تفهم ذلك يا والدة؟ ستحرك رائحة الشراب الشعر في نفس البصري؟ ها نحن ننتظر منه الشعر. أي شعر تريد أن تسمعه مني يا سيدي؟ الغزل هو الوقوف على الأطلال وذكر الحبيبة. لا تعرج بدارس الأطلال واسقنيها رقيقة السربال. بدا أربابها وبادت قراها، وبراها الزمان بري الخلال. عتقت في الدنان حتى استفادت نور شمس الضحى وبرد الظلال. برد الظلال. ما تقول يا يحيى بن زيان؟ وماذا عساني أن أقول وقد صب هذا الفتى في أذني ذهبا وعطرا؟ لا تسرق من الناس ألفاظهم وتنسبها إليك يا يحيى. ذهبا وعطرا، هذا من لفظك أم من قول بشار بن بورد؟ بل هو من قول بشار بن بورد، حيث يقول: يا ليلتي تزداد نكرا في ذكر من أحببت بكرا. حوراء حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا. وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا. وكأنما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. ذهبا وعطرا. أرأيتم أرأيتم من أين جاء يحيى بن أبغي؟ استأذنت من بشار فأذن لي أن أستعير من لفظه. بشار أذن. ألا تمل الجلوس بين هذه الكتب والأوراق يا ابن هاني؟ أريد أن أحفظ من شعرك وشعر غيرك، وليتني أحضر مجالس الأدب. أريد أن أستمع إلى خلف الأحمر، فهو عندكم كم الأصمعي عندنا. الأصمعي عجيب زمانه كما يقال. هو كذلك، فلقد بدأ التعلم وتتبع الأخبار منذ صباه، ومتى تأته تجده يكتب. هذا من حسن الفطن يا ابن هاني، فخير جليس هو الكتاب. وإني ألوم نفسي على شعر ضاع مني في أول شبابي لأني لم أحفظه في ورق وكتاب، لذلك أخذت أكتب ما خطر ببالي من شعر. هذا الحديث سيأخذنا إلى زمان آخر، وأنا أريدك أن تأخذني إلى خلف الأحمر لأستمع منه. حبا وكرامة، تفضل معي. ما جاءني رسول من بغداد إلا ومعه رسالة من صديق يدعوني إلى الرحيل إلى بغداد. كلنا سنرحل يا والبة، إنها بغداد بلد الرشيد ومجمع أهل الأدب والعلم، وهي في حلمي وخاطري. أنت في قوة وشباب وتستطيع السفر، أما أنا فلا أقوى على الترحال. بل لا ترغب فيه لأنك متردد، أما أنت يا أبا نواس فإني لا أظنك قد درت في الفيافي وتحملت مشقة الغربة إلا لتقوي أداة الشعر كي تتسلح وأنت تدخل بغداد حيث أهل الشعر والأدب. صدقت يا ابن إياس،
فأنا حين جلست إلى حلقة خلف الأحمر وسمعت منه وجدتني أعرف مثل ما يعرف وأحفظ مثل ما يحفظ، وكنت قد سمعت عن الوزراء البرامكة في بغداد ومكانة الشعراء عندهم وعند الخليفة الرشيد. سترحل إذن وتتركني يا بنواس؟ وما الذي سيجنيه من البقاء هنا في مجلسك وقد استنفد كل لهو وسماع في الكوفة؟ بغداد وجهتي، ولن أدير ظهري لما أخلفه ورائي. هذا الغريب الذي يسأل عني ها؟ أي أنت؟ أنت يا رجل؟ أنت يا رجل؟ قم قم. من أنت؟ نهاني؟ أبان؟ أكاد لا أصدق نفسي. أنت هنا؟ أخيراً يا أبان، أخيراً التقينا بعد طول فراق. لما لم تقل عن اسمك للذي أرسلته إلي؟ فلقد جاءني الخادم والكاتب وخادم الخان وكلهم يقول هناك رجل يسأل عنك بإلحاح ويريدك أن تزوره الآن. لم أكن متأكداً، أو لنقل لم أكن مصدقاً أنك جئت إلى بغداد وأصبحت أحد كتاب يحيى البرمكي. رحلت عن البصرة حين رحلت أنت إلى البادية، فلقد دعاني ابن عم لي مقرب من حرس آل برمك فجئت إلى هنا، وشاء حسن حظي أن يعجب يحيى البرمكي بشعري ويجعلني في جملة كتابي. ويبدو أن حسن حظي قد جعلني أهتدي إليك، فليس لي في بغداد أحد. لك الكثير يا هذا. أعلم أن جمعا من أهل البصرة قد قدموا إلى بغداد، لكنك أقربهم إلي. شعرك وصيتك أقرب من أي قريب. هل بلغ بغداد كثير من شعري؟ نعم، خاصة في مجالس الشراب والأحباب. وهل في ذلك ضير أو سوء؟ أنت في بغداد في دنيا جديدة، دنيا فتحت ذراعيها لكل ما هو جديد فاستقبلت أدوات الحضارة وأسبابها، فذهب الخوف والتكتم. أفصح ما بداخلك، أفصح ما مشاعرك، أفصح عن أهوائك يا رجل. كيف يا أبان؟ مجالس اللهو والشعر هي مفتاح ضيوع الصيت. سأدخلك مجلسا يضم شعراء مقربين إلى قصر الخلافة، وعليك أن تثبت نفسك شاعرا فحلا، وسترى كيف تنهال عليك الطلبات والدعوات من الأشراف والوزراء. وبعد أسمعينا يا منية النفس، أسمعينا. لا أحرك أوتار عودي إلا إذا قال أحدكم شعرا غير مسموع ولم يتطرق إليه أحد. سيد الشعراء هنا يا منية النفس. هل قد غنيت لأبي العتاهية الكثير من شعره أيام كان يجود علينا بالغزل؟ وهل الشعر غزل فحسب يا منية النفس؟ أسمعنا شعرا يحرك أوتار العود ويدعو الغناء إلى الحناجر. هل غنيت قولي يا عتب ما أنا عن صنيعك بي عمي؟ لكن الهوى عمي. حتى الأولاد في الكتاتيب يرددون هذا الشعر. أريد شعرا جديدا، أليس فيكم من له شعر غير مسموع؟ عندي لك شاعر كل شعره جديد لفظا ومعنى. أهو أنت ابن اللاحقي؟ وما فيها، أبان شاعر جيد. غنينا الكثير من شعره وهو يعدنا بشاعر جديد، أين هو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من أين جئتنا بهذا الشاعر الوسيم يا أبان؟
من حيث جاء أبان؟ من البصرة. ما أكثر ما دفعت إلينا البصرة من شعراء. ما اسمك؟ اسمه ذكر كثيرا في مجلسك يا منية النفس، وكنت تريدين رؤيته. أنت أبو نواس أليس كذلك؟ نعم أنا هو. سبحان الله، وجهك مثل شعرك يا ابن آني. هل سمع سيدي أبو العتاهية شعر أبي نواس؟ يا قصيا في كثيبي تم في حسن وطيبي، يا قريب الدار ما وصلك مني بقريبي، يا حبيبا صاغك الله حبيبا للقلوب. ما أسعدني أبو العتاهية يحفظ من شعري. تعال اجلس بقربي وأسمعني. بل يسمعنا جميعا. هو لكم فاسمعوا منه ودعوني أعود إلى عملي. في شعرك يا أبا نواس رقة الحضر وعذوبتهم. هو لم يأتي من البادية على أي حال؟ بل كنت هناك في البادية أتعلم حسن النطق وسلامة اللفظ. وأنت الآن حسن اللفظ والنطق، عليك أن تسمعنا. أسمعكم بعد الشراب. معتقة حمراء وقدتها جمر، ونكهتها مسك، وطلعتها بدر. إذا قهرت بالماء راق شعاعها عيون الندامى، واستمر بها الأمر. كأن الزجاج البيض منها عرائس، عليهن بين القوم أردية حمر. الله الله الله، لم أسمع وصفا للخمرة بهذه الجزالة ورقة التشبيه وحسن اللفظ. أعد علي كل بيت قلته حتى أحرك أوتار العود وأغني بلحن يناسب هذا الشعر. الحق أقول يا سيدي الفضل، لقد حسدته في بعض مواضع شعره. أبو العتاهية يحسد شاعرا شابا؟ هذا من العجب. العجب يدعو إلى العجب. أنا بعثت إليك لأسمع منك، وإذا بك تحدثني عن أبي نواس وتشوقني إليه وإلى شعره. إنه قريب منكم يا مولاي، فهو صديق حميم لأبان اللاحقي كاتب يحيى البرمكي. سأدعوه إلى مجلسي. اجلس واسمعني من شعر الكهول. بعض شعر الكهول لا يسر النفس، فهو يذكر بالآخرة ويذم الدنيا. لا مهرب من الموت والآخرة. أسمعني، أريد أن أسمع منك فلا تتردد. نحن في دار يخبرنا عن بلاها ناطق لسن، دار سوء لم يدم فرح لامرئ فيها ولا حزن. في سبيل الله أنفسنا كلنا بالموت مرتهن، كل نفس عند ميتتها حظها من مالها الكفن. صدقت، لا يأخذ المرء من ماله إلى قبره غير الكفن. هنا نفترق، اذهب أنت إلى الخان وأذهب أنا إلى الدار لأنام حتى أباشر عملي في الإيوان. في أمان الله وحفظه. من أنت يا هذا؟ لا تخف لا تخف، هذا أنا هشام بن عنبرة جاركم في البصرة. جار من يا هذا؟ جار العطار الذي كنت تعمل عنده.
أنت هشام ابن بايع القطن. أجل أجل هجرني يا ابن هانة، العسس ورائي. ماذا؟ هيا 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 تعال معك. من هنا لا طريق غير هذا، السجين مرة من هنا. أظنه دخل الخان. ادخل ادخل بسرعة. ما خبرك يا هشام؟ وكيف صرت بهذه الحال وقد تركت البصرة في التجارة؟ لو أني لم أرحل عن البصرة لقد دخلت بغداد وأنا في لهفة لأبيع وأربح وأمتع نفسي، ولا أدري إني سأسجن بسبب تهاوني بالسعر. بعت أرخص من غيري فكسدت تجارة ابن عم الوزير، اتهموني بالسرقة. سرقة؟ وكيف؟ ادعى أحدهم إني شريك لصوص، داهموا قافلة وساقوها بحملها إلى بغداد وأني أبيع برخص لهذا السبب. ما أقصى السجن يا ابن هانة، ما أشد ما لقيته، حتى قيد الله لي من أخرجني من خلال شباك يؤدي إلى درب الحمام. وكيف اهتديت إلي؟ جاءوا بسكران حضر مجلسا كنت أنت فيه وذكر أنك تقيم هنا. جئت إليك لتيسر رحيلي إلى البصرة، بيننا جوار وعشرة يا ابن هانة وإن كانت قديمة. حسنا حسنا تعال خذ البس هذا. خذ هذا، سأعطيك 10 دنانير لتلحق بأول قافلة تخرج من بغداد. لماذا تطرق الباب هكذا يا خادم الخان؟ هل أنت وحدك؟ ألم يدخل أحد عندك؟ من سيدخل يا هذا؟ أنا أقفل الباب بالمزلاج، هل تريد أن تتأكد بنفسك؟ هل ستتركني أذهب إلى النوم الآن؟ حسناً. اخرج من الباب الخلفي واذهب الى اخر الدرب، ستجد القوافل هناك. هيا. اني لا اعجب لعجبك يا ابا نواس، اكنت تظن الحياه ببغداد حسنات وسرور بلا تكدير وتعكير؟ انه الظلم يا سيدتي، ما اصاب صاحبي ظلم. وكيف تكون الدنيا بلا هذا وهذا؟ مع العدل ظلم ومع الإنصاف حيف. أنت خبيرة بكل شؤون الحياة. هو بالرجال خاصة فهم أصحاب الحيف والظلم، وقليل منهم أراني العدل والإنصاف. وهل الفضل بن الربيع من أهل العدل أم الظلم؟ هلا تخف من الفضل، إنه أقرب الناس للإنصاف، وإذا دعاك لمدحه فلا تتردد. كل شاعر دخل مجلسه خرج وقد أثقلت يده عطية كبيرة أغنته عن السؤال. لكني لن أنسى الحذر حتى من الفضل بن الربيع. لا تسخري مني يا منية النفس، فأنا قد جربت مرارة الظلم ولوعة الخيبة ولا أريد أن أجرب ذلك ثانية. سأجعل من بغداد دار سعادة، سعادة التي فقدتها في البصرة. رأيت لفضل في السماحة همة، أطالت لعمري غيظ كل جوادي. ترى الناس أفواجا إلى باب داره، كأنهم رجلا دبا وجرادي. فيوم لإلحاق الفقير بذي الغنى، ويوم رقاب بوكرت بحصادي. هذا شعر يليق بمولانا أمير المؤمنين يا أبا نواس. أنت أردت أن تخصني بأحسن المدح وتراني أحق منك بشعر هذا الشاعر البصري ابن الربيع. لقد مدحني بنعوت أخجلتني فقلت له هذا شعر يليق بمولانا أمير المؤمنين. أبو نواس الحسن بن هاني، سمعت باسمه ولكني لم أسمع له شعرا،
يبدو أنه شاعر له مكانة وعلو منزلة في الشعر، ما دام قد استفز فيك هذه الغيرة وجعلك تأتي لتعتذر عن مبالغة قالها في مدحك. إذا أمر مولانا بدعوة أبي نواس فأني سأرسل بمن يأتي به حالا. أريد أن أعقد مجلس أدب وشعر الليلة، ولا بد من حضور أبي نواس. ألا يحدث معك أمر في بغداد إلا وتأتي تسألني فيه المشورة والنصح يا ابن هانئ؟ أخاف أن أستشير غيرك، فحسد الشعراء داء خطير لا يسلم منه أحد منا، وإني إن سألت أبانا وأبا العتاهية فإني لن أجد جوابا كالذي أجده من سيدة غنت في كل المجالس وجالست الأمير والقائد. إلا هارون الرشيد، فما رأيته غير مرة واحدة في مجلس يحيى البرمكي، وتمنيت حينها أن أجالسه ولكنه لم يلتفت إلي. كيف سألقاه الليلة؟ كيف أتصرف؟ تلقي في حضرته أحسن ما عندك من شعر، وتقف كما وقفت بين يدي الفضل بن الربيع. هو تذكر أن الرشيد رقيق الحاشية لين الطبع، عاش في النعمة والترف، ولا يعرف القسوة والجفوة. لله درك، أنا لا أجيد شراء ما تضعه النساء أو تلبسه، لكنهم قالوا أن هذا الخاتم يشبه ما كانت تضعه الخيزران بإصبعها. أهذا ثمن الدروس يا ابن هانئ؟ لا ثمن لمجالسة سيدة أهل الغناء وسماعها متحدثة أو مغنية. السلام على مولانا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي رزقني من فضله وجعل مولانا ينظرني بعين اللطف ويسمح لي بالمثول بين يديه. وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا نواس، تقدم حتى أسمعك وتسمعني. تسمع خيرا إن شاء الله يا خير الناس وأفضلهم، بل وجامع كل الفضل. دعني من مبالغات الشعراء، فأنا لست أفضل الناس ولا جامع فضائلهم. ليس على الله بمستبعدي أن يجمع العالم في واحدي. ما أعجر بيت الشعر هذا، وما أندر من يأتي بمثله. إنما هي شمائلكم تملي علينا فنقول. إن كان هذا القول نثرا، فكيف سيكون شعرك في مدح مولانا أمير المؤمنين؟ إذا سمح لي مولاي أمير المؤمنين. حي الديار إذا الزمان زمان، وإذا المغاني بالورود تزان، وإذا مررت على الديار مسلما فلغير دار أميمة الهجران، فإلى أبي الأمناء هارون الذي يحيا بصوب سمائه الحيوان. هارون هارون آلفنا ائتلاف مودة ماتت لها الأحقاد والأضغان. ملك ملك تصور في القلوب مثاله، فكأنه لم يخل منه مكان. حتى هارون الرشيد فتح فمه متعجبا وسقطت الكأس من يده. جعفر البرمكي أسرع وقبل رأس أبي نواس وقال له: ليتك تمدحني. ليتني كنت مكان أبي نواس، ومطر الذهب ينهمر علي من يد الرشيد والأمراء. الدنيا حضور،
هل تعجب بما يشاع عنك في بغداد يا أبا نواس؟ سينسى الأراجيف حين يعتادها، إنها مبالغات العامة في ذكر من يشتهرون. ليس كل ما قيل في الحسن مبالغة، فسيدي يحيى البرمكي قال: شعر هذا البصري أثمن من أي جوهر. نريد شيئا من جوهر لفظك يا أبا نواس. حامل الهوى تعب، يستخفه الطرب، إن بكى يحق له، ليس ما به لعب. تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقمي؟ صحتي هي العجب، كلما انقضى سبب منك عاد لي سبب. يا قوم، عزاء لكم يا قوم، مات الرشيد. مات الرشيد. لا إله إلا الله. رحمة الله عليك يا مولانا هارون الرشيد. كل من عليه حق، ولا يبقى غير العزيز المنان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يا خير من رأت العيون، نظيرك لا يحس ولا يكون، وفضلك لا يحد ولا يجارى، ولا تحوي حيازته الظنون. فأنت نسيج وحدك، لا شبيه نحاشيه عليك ولا خدين. خلقت بلا مشاكلة لشيء، فأنت الفوق والثقلان دون. كأن الملك لم يك قبل شيئا، إلى أن قام بالملك الأمين. أحسنت وأجدت يا أبا نواس، وإياك أن تنقطع عن مجلسنا. حاشا لله أن أغيب عن مجلسكم، أو أن أكون بعيدا حين تأمرون بحضوري. هل نويت الحج يا ابن هاني؟ أتمنى من الله أن يطيل في عمري حتى أصل بيت الله الحرام وأقبل الحجر الأسود. إن شاء الله. ويسرني أن أراك على هذه الحال. لا حال يدوم يا أبان، وما كان كان، ولقد نهست مع الغواة بدلوهم، وأسمت سرح اللهو حيث أسام. وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، فإذا عصارة كل ذاك آثام. لم يصلي الحسن معنا اليوم والبارحة، هيا لنذهب إليه ونعود، فهو مريض منذ أيام. هيا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بعض الرجال يريدون الدخول. السلام عليك يا سيدي. أدخل.
أدخلهم. تفضل. السلام عليكم يا أبا هاني. وعليكم السلام. تفضل تفضل. كيف أصبحت اليوم يا أبا هاني؟ عافاك الله وشافاك يا ابن هاني. عافاكم الله ورحمنا ورحمكم أجمعين. كيف تجدك اليوم؟ دب في السقام حلوا وسفلا، وأراني أموت عطوا فحطوا. ليس يمضي من لحظة بي إلا نقصتني بمرها في جذوى. ذهبت جدتي بحاجة نفسي، فتذكرت طاعة الله نفوا. لهف نفسي على ليال وأيام تجاوزتهن لعبا ولهوا. قد أسأنا كل الإساءة، فاللهم صفحا عنا وغفرا